إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن الله تعالى أنزل هذا القرآن العظيم لتدبر والعمل به، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وعملا بهذه الآية الكريمة لنستمع إلى آية من كتاب الله جل وعلا ونتدبر ما فيها من العظات والعبر. قال سبحانه لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين، أي بك وبما جئت به. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: وهذا وعد من الله لرسوله أن الله تعالى يكفي شر هؤلاء المستهزئون بما يشاء سبحانه من العقوبة، وقد فعل، فإنه ما استهزأ أحد برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أهلكه الله تعالى. قال سبحانه: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أيها الإخوة الأفاضل، الأدلة على ذلك من السنة كثيرة. فروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي حول الكعبة وحوله جمع من قريش، فقال قائلهم: ألا ترون إلى هذا المرائي؟ أما يعمد أحدكم إلى جزور بني فلان فيأتي بدمها وفرثها وسلاها؟ والفرث بقايا الطعام التي في الكرش، والسلا هو الجلد الرقيق الذي يكون مع المولود إذا ولد ويسمى المشيمة بالنسبة للآدميين. فانبعث أشقاهم، جاء في رواية أنه عقبة بن أبي معيط، فوضع سلا الجزور على جسد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وضحك بعضهم أو ضحك بعضهم حتى مال بعضهم إلى بعض من كثرة الضحك. قال عبد الله مسعود: لو أن لي منعة، أي لو استطعت لمنعتهم. فذهب ذاهب إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها فأخبرها الخبر، وكانت جارية صغيرة حديثة السن، فأقبلت تسبهم ثم أزالت هذا الأذى عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى صلاته قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بعمر بن هشام أي أبو جهل، وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وعمارة بن الوليد وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف، وسمى رجالا من قريش. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فوالذي نفسي بيده لقد رأيتهم صرعى يوم بدر، أي أنهم قتلوا ثم سحبوا في القليب، قليب بدر، وكان بئرا مهجورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة. كان هناك رجلان من أشد الكفار عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وحسدا وبغيا، هما النضر بن الحارث والآخر عقبة بن أبي معيط الذي وضع سلى الجزور على جسد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: وهذان الرجلان من أخبث الناس ومن أشدهما بغضا وحسدا للإسلام وأهله، لعنهم الله وقد فعل. وسأذكر لكم بعضا من مواقف هذين الرجلين وكيف كانت نهايتهما. أما الأول عقبة بن أبي معيط، فقد روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث عروة بن الزبير أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن أشد ما فعل المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء عقبة بن أبي معيط وأخذ برداء النبي صلى الله عليه وسلم ولفه على عنقه حتى كاد أن يختنق، فجاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ودفعه وقال: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟
وأما النضر بن الحارث فقد قال عنه ابن إسحاق كان شيطانا من شياطين قريش، وكان ينصب العداوة ويؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ذهب إلى الحيرة وتعلم حديث ملوك فارس ورستم واسفنديار. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس مجلسا وذكر قريش بما حصل في الأمم السابقة خلفه بعد ذلك وقال: أنا أحدثكم حديثا أحسن من حديث محمد. ثم بعد ذلك يحدثهم وهو الذي قال: سأنزل مثل ما أنزل الله. قال ابن عباس: نزلت فيه 8 آيات من القرآن، وهو الذي يقول عن القرآن: أساطير الأولين. وقد انتقم الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم من هذين الرجلين، فقد كان النضر بن الحارث حامل لواء المشركين في غزوة بدر، فأسر وأسر معه كذلك عقبة بن أبي معيط وجمع من الأسرى يقدرون 70 رجلا. ثم أخذ الأسرى أو سيق الأسرى إلى المدينة، وفي الطريق في مكان يقال له الأثيل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنق النضر بن الحارث، وكان الذي نفذ ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأرغم الله جل وعلا أنف هذا الكافر. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وأما عقبة بن أبي معيط فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضرب عنقه في مكان يقال له عرق الضبية، وكان الذي نفذ ذلك عاصم بن ثابت، والذي أسره عبد الله ابن سلمة. لما جاء به ليقتل قال: يا محمد، من للصبية؟ كما أخرجه أبو داود وحسنه الألباني أو صححه الألباني. قال: على ماذا؟ أو قال: يا محمد، من للصبية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: النار. وفي رواية الواقدي أنه لما سيق للقتل قال: يا محمد، على ما أقتل من بين هؤلاء الأسرى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعداوتك لله ولرسوله ما علمتك إلا كافرا بالله وبدينه، فالحمد لله هو الذي قتلك وأقر عيني بذلك. أيها الإخوة الأفاضل، الأمثلة كثيرة على من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم فكانت عاقبته الهلاك والبوار. قال سبحانه: إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك ومبغض ما جئت به هو المنقطع ذكره في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، كما نسألك أن ترزقنا العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.